السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالأخوات والإخوة الكرام على قناة الطريق نحو النجاح. رمضان مبارك كريم وكل عام وأنتم بخير. الله يدخل عليكم بالصحة والعافية والرزق والتيسير والصحة والعافية، ويتقبل الله في أعمالكم ويغفر ذنوبكم. فكنرحب بكم من جديد على القناة ديالنا في إطار حصة أخرى من حصص أوقات الصلاة اللي كنقوم بالتنزيل ديالها دائما كل بداية الشهر الهجري. وخلال هذه الحصة هذه غادي نقدم لكم إن شاء الله حصة أوقات الصلاة لشهر رمضان عام 1445 بمدينة الرباط وسلا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان. فأرسأينا هذا الشهر الكريم بما أنه يعني هناك ارتياد على المساجد، وهناك يعني حركة دينية الحمد لله ولله الحمد، ويعني الناس كتبغي تعرف الأوقات ديال الصلاة، الأوقات ديال الإفطار، وقت السحور، وقت الأذان ديال المغرب إلى آخره. أرسأينا أننا نقدم لكم كل أسبوع، بداية كل أسبوع حصة ديال الأسبوع، يعني هاد الأسبوع هذه هاد الحصة هذه من يعني من ثلاث من أول رمضان حتى النهار الحد. وبالنسبة يعني الأسبوع القادم عاوتاني إن شاء الله ابتداء من يوم اثنين غادي نقدموا لكم حصة ديالو، والأسبوع الثالث إلى آخر رمضان. وغادي تلقاو حصة يعني مفصلة ديال يعني الشهر كامل بالنسبة لمدينة الرباط وسلا على القناة ديالنا، يعني مرفوقة بأذان صلاة. أما هذه فهذه حصة تفصيلية الأسبوع، فباش ما يفوتكمش يعني الجديد في حصص أوقات الصلاة. بالنسبة للناس اللي كتشاهد هذا الفيديو لأول مرة وما مشتركاش في القناة، فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بجميع حصص أوقات الصلاة اللي كنشروها على القناة ديالنا. خصوصا هذا الشهر عندنا أوقات يعني حصص دي أوقات الصلاة ديال يعني مدن مغربية ديال الدار البيضاء، الرباط، مراكش، أكادير إلى آخره، مدن عربية بحال العراق القاهرة، بحال مصر القاهرة، بحال العراق بغداد، ومدن أخرى وكذلك مدن أوروبية. فبسم الله نبداو، قلنا كنقدموا لكم حصة ديال أوقات الصلاة لشهر رمضان عام 1445 بمدينة الرباط وسلا من يوم الثلاثاء فاتح رمضان 1445 هجرية الموافق 12 مارس 2024 إلى غاية يوم الأحد 6 رمضان 1445 هجرية الموافق ل 17 مارس 2024. فبالنسبة ليوم الأول، يوم فاتح رمضان الثلاثاء فاتح رمضان الموافق 12 مارس 2024، فغادي يكون في بإذن الله صلاة الفجر مع الخمسة و 13 دقيقة يعني وقت السحور وقت أو يعني الإمساك. فالفجر راه غادي يكون مع الخمسة و 13 دقيقة. بالنسبة للشروق مع 6:38، الظهر مع 12:42، العصر مع 4، المغرب مع 6:37، والعشاء مع 7:51. يوم الأربعاء ثاني رمضان الموافق 13 مارس 2024، فغادي يكون فيه أذان صلاة الفجر مع 5:12، بالنسبة للشروق مع 6:37، بالنسبة للظهر مع 12:42، بالنسبة للعصر مع 4، بالنسبة للمغرب صلاة المغرب مع 6:38، وبالنسبة لصلاة العشاء مع 7:52. يوم الخميس 3 رمضان الموافق 14 مارس، فغادي يكون في أذان صلاة الفجر مع 5:10، بالنسبة للشروق مع 6:36، أذان صلاة الظهر مع 12:41، أذان صلاة العصر مع 4:01، أذان صلاة المغرب مع 6:39، وأذان صلاة العشاء مع 7:53. يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان الموافق 15 مارس، فغادي يكون في إن شاء الله أذان صلاة الفجر مع 5:09، بالنسبة للشروق مع 6:34، أذان صلاة الجمعة مع 12:41، أذان صلاة العصر مع 4:01، أذان صلاة المغرب مع 6:39، وأذان صلاة العشاء مع 7:54. يوم السبت 5 رمضان موافق 16 مارس، فغادي يكون فيه صلاة أذان صلاة الصبح أو صلاة الفجر مع 5:07، بالنسبة للشروق مع 6:33، أذان صلاة الظهر مع 12:41، أذان صلاة العصر مع 4:01، أذان صلاة المغرب مع 6:40، وأذان صلاة العشاء مع 7:55. بالنسبة ليوم الأحد
يعني الأخير في هذا الأسبوع، 6 الموافق 6 رمضان والموافق 17 مارس 2024، فغادي يكون في أذان صلاة الصبح مع 5:06. بالنسبة للشروق مع 6:32، أذان صلاة الظهر مع 12:41، أذان صلاة العصر مع 4:01، أذان صلاة المغرب مع 6:41، وأذان صلاة العشاء مع 7:56. فهكذا أعزائي الكرام، كنكون قدمنا لكم الحصة ديال أوقات الصلاة لشهر رمضان عام 1445 هجرية بمدينة الرباط وصلة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعة وعلى الاهتمام، وكنضرب لكم موعد إن شاء الله في بداية الأسبوع المقدم باش نقدم لكم الحصة ديال أوقات الصلاة ديال الأسبوع الثاني من شهر رمضان. كنشكركم جزيل الشكر. رمضان مبارك كريم، تقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.